لسوء الحظ تلعب مباراة الليلة في ظروف مناخية صعبة، ورغم كل هذا تأتي الجماهير العاشقة المحبة من أجل الاستمتاع ومن أجل الوقوف خلف الفريق في كل وقت، ورغم صعوبة الأجواء. ليلة باردة جدا، رغم ذلك الجماهير جاءت لتحضر. واترك عنك الأجواء الباردة، تنتظر اليوم بأداء ممتع. الجو بارد صحيح، لكن تنتظر حرارة على العشب من اللاعبين على أرضية الملعب لتستمتع بالمباراة. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات. كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه، شيء غير عادي يا جماعة. وركلة البداية، دي بروين، نيمار يلعبها عرضية، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن تنفيذ لم يكن جيد. كايل ووكر يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. كايل ووكر يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. هندرسون، جوردي ألبا، هندرسون، دي بروين، جوردي ألبا. كرة اجتازت الخط، حولت إلى رمية التماس. فان دايك يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، نجحوا في تخليص كل الكرات، يتقدم بقوة بدنية كبيرة. هنا كرة عرضية، أرنولد يرتكب مخالفة واضحة جدا. جون ستونز، دي بروين، أغويرو، فان دايك. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كريم بنزيما يفقد توازنه. أغويرو، تمريرة قوية أكثر من اللازم. لمسة بينية، مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. كرة طولية من الحارس، نيمار، برونو فرنانديز يحاول اختراق الدفاع بمهارة العالية، بإمكانيات الهائلة، يرسلها داخل 18. هازارد، كريم بنزيما، مارسيلو، أرنولد يتسبب في خطأ. ليونيل ميسي، لعبة عرضية إلى داخل ال 18. برونو فرنانديز، لمسة على اليسار، دي بروين، برونو فرنانديز يحاول تمريرها من بين المدافعين، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. نيمار، ميسي، الكرة ملعوبة من مسافة، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. مارسيلو يتعثر ويفقد توازنه.
الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. ليونيل ميسي دي بروين جوردي ألبا نيمار يلعبها طويلة لابورتي يتدخل يبعد الكرة برونو فرنانديز ضربهم كواهم أحرق مرماهم الكرة توضع في أفضل مكان عندما يكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص كرة في منتهى الروعة تغيير كل نهاية 45 دقيقة أولى نتيجة أسعدت اللاعبين بالتأكيد أيضا المشجعين هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة أغويرو يا محمد صلاح تعود الكرة إليهم مرة أخرى ويعود بالكرة إلى الوراء دي بروين محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى كازيميرو كايل ووكر دي بروين مارسيلو برونو فرنانديز يمر ويلعب كرة بينية محمد صلاح يو أغويرو الكرة في المرمى جول نجح في الوصول إليها برأسه كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة هدفين مقابل لا شيء تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم تدخل جميل واعتراض أجمل إمكانية مرتدة الآن كرة طويلة إلى الأمام جون ستونز يبعد الكرة كايل ووكر فرصة هجوم معاكس تمريرة جميلة كرة لا تصدق يا سلام تمريرة جميلة بذكاء مارسيلو يبحث عن المهاجم بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة كازيميرو كروس ميسي دي بروين ميسي يستعيدها هندرسون هجمة مرتدة الآن
يحاول أن يلعب كرة بينية، عرضية داخل منطقة الجزاء، مارسيلو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، دي بروين، هندرسون على تنفيذ الخطأ، يحصل عليها كازيميرو، تلعب الكرة إلى الأمام، كروس، توني كروس، الكرة اللي كانت مرتفعة قليلا عن الأرض، ولكن أيضا تعامل ممتاز من جانب حارس المرمى. كرة للمنطقة الأمامية، برونو فرنانديز يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، قد يلعب كرة عرضية الآن، يلعب كرة عرضية، يقطع الكرة، الكرة ملعوبة إلى الأمام، وانتهى انتهى انتهى المشوار مع حماس اللاعبين، مع مدرب عبقري، مع جمهور لم يهدأ من الدقيقة الأولى، مع هذا العرض المثير والمذهل.